صباح الأنوار جميعاً. بالفعل واحدة من العادات التونسية الموجودة منذ القدم أرمو في الأعراس التي يقوم بها العادات كثيرة يقوم بها التونسيين، من بينهم هذه العادة إذ يقومون بتقديم نقود في أحد ليالي العرس، عادة ما تكون ليلة الحنة كما نسميها هنا في تونس، لكن هذه العادة كانت تتم بمبالغ ربما متواضعة أو رمزية أو محدودة، لكن في بعض جهات الجمهورية أصبحت تشبه مزاد علني. شكون يدفع أكثر كما يقولوا التوانسة؟ من يدفع أكثر في هذا المزاد؟ آلاف الدينارات أو عشرات آلاف الدينارات أو آلاف الدولارات كما يفهم يعني خارج العملة التونسية، يتم تقديمها في الأعراس تقريبا حالة من التزايد في المبالغ، أرقام خيالية، يعني عديد النقود الكاش التي توضع على الطاولة وفي الأرض، وأصبحت الأمور تتعدى الجانب الفولكلوري إلى الاستعراضي، إذ يتم رفض مثلا المبالغ الصغيرة أو المبالغ المتواضعة ولا يتم القبول إلا بالمبالغ الكبيرة. بالطبع نحن نحكي أو نتحدث عن ليست حالة عامة، لكن هذه الظاهرة انتشرت كثيرا، خاصة نشرتها السوشيال ميديا، أتحدث عن فيديوهات هذه الأعراس انتشرت كثيرا عن طريق السوشيال ميديا. لم فلوسك رفزي، هذا كان أحد الشعارات التي انتشرت كثيرا أيضا على شبكات التواصل الاجتماعي، أي خذ نقودك إنها مرفوضة، لأن صاحب هذه النقود قدم مبلغ متواضع في أحد الأعراس في ولاية القيروان في الوسط التونسي وعديد الولايات الأخرى التي تظهر فيها هذه العادة، عادة دفع مبالغ طائلة في الأعراس كهدية من طرف أو شخص ما أو عائلة ما إلى عائلة العريس أو العريس. في الحقيقة في أحلام أدي تصل هاي القيمة مثلا، يعني ماكسيموم أدي بتوصل؟ وصلت حتى إلى 150 ألف دولار، كان هناك عرس في جهة الساحل وصلت فيه تقريبا أكثر من 150 ألف دولار تم وضعها على الطاولة، وصلت إلى في ولاية القيروان مبالغ تناهز هذا المبلغ أو أقل، 50 ألف دولار، 100 ألف دولار، أي ما يعادل 150 مليون توانسة أو 200 مليون توانسة أو عديد الأرقام الخيالية في خاصة محافظة القيروان، لأن المفارقة هذه المحافظة تشهد بين قوسين نسب فقر شديدة، فعديد الناس يتساءلون عن هذه العملة أو السيولة الموجودة بكثرة والتي تظهر في الأعراس، حتى أن هناك من يشير إلى أن هناك أشياء أخرى تقف وراء هذه المبالغ أو ربما أمور أخرى، لكن هي عادة تونسية. نعم.